شهر أكتوبر من كل سنة هو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي. ليه سرطان الثدي وهل يستحق شهر كامل للتوعية؟ للأسف أيوة، بسبب إن سرطان الثدي هو أشهر سرطان موجود في العالم في الفترة الحالية. سنة 2020 منظمة الصحة العالمية أثبتت يقينا إن سرطان الثدي هو أشهر سرطان موجود من ضمن كل السرطانات اللي موجودة. نفس الإحصائية سنة 2020 منظمة الصحة العالمية قالت إن أكتر من 2 مليون و200 ألف سيدة اتشخصوا فقط في 2020 إنهم عندهم سرطان في الثدي. مش بس كده، هو السبب الرئيسي لوفيات السيدات المصابة بالسرطانات في سنة 2020. لكن الخبر المشجع والخبر الكويس إن عن طريق حملات التوعية اللي بتعملها الدول المتقدمة دلوقتي من الثمانينات لسنة 2020 قدروا ينزلوا بأرقام الإصابات وأرقام الوفيات أكتر من 40%، وده اللي منظمة الصحة العالمية دلوقتي بتحاول تقدر تعمله وتساعد الدول النامية إن هي تقدر توصل لأرقام قريبة من الأرقام. نقط مهمين: زيادة ثقافة النساء، الفحص المبكر والعلاج. موضوعي في الحلقة دي هو أول نقطتين: هي الثقافة اللي المفروض أي سيدة تعرفها عن سرطان الثدي، وإزاي وإمتى أعمل الفحص المبكر. إيه هو المقصود بزيادة توعية السيدات في موضوع سرطان الثدي؟ الدراسات كلها أثبتت إن السيدات اللي بيجيلها سرطان الثدي في أسباب متغيرة أنت تقدري حضرتك تصلحي منها، وفي حاجات للأسف ما تقدريش تغيري منها. نبتدي بالحاجات اللي ما تقدريش تغيري منها. لو في تاريخ عائلي، عيلة بيجري فيها سرطان الثدي، دي حاجة مش في إيدك تعملي فيها حاجة. ودول ناس احنا دلوقتي بننصحهم، جمعية السرطانات الأمريكية American Cancer Society تنصح أي سيدة عندها تاريخ عائلي قوي، يعني أم أخت أو سيدة بنتها اتشخصت بسرطان ثدي. كل السيدات دول اللي عندهم تاريخ عائلي قوي سرطان الثدي دول لازم يعملوا أشعة اسمها ماموجرام مرة سنويا من عمر كام؟ من عمر 30 سنة. طيب نيجي بقى للنقطة التانية، هي العوامل اللي أنا أقدر أعملها ان انا ما يجيليش سرطان ثدي، الحاجات البريفنتيف زي ما بنقول. رقم واحد: الوزن الزائد. الدراسات كلها اثبتت ان الوزن الزائد، السمنه والوزن الزائد ده بيخلي السيده عرضه اكثر لسرطان الثدي. رقم اتنين: الرياضه، ممارسه الرياضه. برضو لقوا ان السيدات اللي مش بتمارس رياضه نسبه سرطان الثدي بتزيد عندها. طيب ايه الحل؟ الحل ممارسه الرياضه ريجولرلي بانتظام على الاقل 150 دقيقه مشي في الاسبوع. رقم ثلاثة: الخمور. لقوا إن السيدات اللي بتشرب خمور دول عرضة إن هم يجيلهم سرطان في الثدي أكتر من السيدات اللي ما بتشربش خمور. السيدات اللي ما عندهمش تاريخ عائلي لسرطان الثدي يعملوا ماموجرام كل قد إيه؟ يعملوه مرة في السنة. من عمر كام؟ من عمر 40 سنة. من عمر 40 سنة لغاية عمر 70 سنة إن شاء الله سنويا تعمل الماموجرام. في كلام بيتقال بعد الـ50 مش لازم تعمله كل سنة، ممكن تعمله سنة أو سنة لأ. فباختصار، شهر أكتوبر شهر توعية لمرض سرطان الثدي. سرطان الثدي من أشهر الأورام اللي موجودة، إذا كانش أشهرها. إزاي أعمل إيرلي سكريننج؟ إزاي أكشف؟ ما استناش، لازم كل سنة على الأقل أعمل ماموجرام لو أنا عمري فوق الـ40. لو سيدة اتشخصت بدري زي ما قلنا عن طريق الكشف المبكر عندها فرصة هايلة للشفاء التام. أتمنى يكون الحلقة مفيدة. أشوفكم على خير إن شاء الله.